نذهب إلى غلاف غزة مع أحمد دراوشة مراسل التلفزيون العربي. أحمد دراوشة، لو تضعنا في صورة عن آخر المشاهدات من عندك، التحركات الإسرائيلية وأيضا الاستهدافات التي تم الإعلان عنها من قبل فصائل المقاومة. رولا، فصائل المقاومة تتحدث عن قصف لتحشدات إسرائيلية في غلاف غزة. لا يمكن التأكد من هذا الأمر لأن الجيش الاحتلال الإسرائيلي عادة لا يتطرق إلى هذه الأمور ولا يعلن في بياناته عن إصابة أو تعرض قواته إلى إصابات إلا إذا أدى ذلك إلى مقتل جنود إسرائيليين أو إلى إصاباتهم بجراح خطيرة، فقط عندها يعلن. أبرز ما انطلق من قطاع غزة اليوم قصف مدينة بئر السبع على بعد نحو 40 كيلومترا من قطاع غزة للمرة الأولى منذ يوم الأحد الماضي. الاحتلال الإسرائيلي كان يدعي أن تراجع أو انخفاض الصواريخ التي تنطلق من قطاع غزة بشكل كبير خلال الفترة الماضية مرده إلى تقدم قوات الاحتلال في مناطق شمالي القطاع، لكن قصف تل أبيب مرتين بالأمس وقصف بئر السبع اليوم يشير إلى أن الفصائل الفلسطينية لا تزال قادرة على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، لا بل بشكل متزامن. بالأمس رأينا إطلاقا متزامنا للصواريخ باتجاه منطقة أسدود وباتجاه منطقة تل أبيب، واليوم رأينا رشقة بعيدة باتجاه بئر السبع. ولو أن التركيز الأساسي وهو مفهوم بطبيعة الحال خلال هذه الفترة هو على الصواريخ الأقصر، على قذائف الهاون وعلى الصواريخ المضادة بالدروع، لأنها أولا قادرة على وقف الاجتياح البري للقطاع أو على الأقل تأخيره، لكنها أيضا بالأساس قادرة على تحقيق إصابات في المدرعات الإسرائيلية وتؤدي إلى مقتل وإصابة العشرات من الجنود الإسرائيليين. نحو 40 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ بدء الاجتياح البري وأكثر من 300 أصيبوا نتيجة للصواريخ المضادة للدروع أو الألغام أو قذائف الهاون في قطاع غزة منذ بدء الاجتياح البري للقطاع. على العموم ما تقوم به إسرائيل الآن هو محاولة دفع قطاع غزة إلى شفير الانهيار الإنساني بحسب ما يتم الحديث عنه في وسائل إعلام إسرائيلية. الهدف هو الضغط أكثر على فصائل المقاومة الفلسطينية من أجل الإفراج عن عدد أكبر من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. واشنطن بوست تتحدث عن اتصالات جارية لكنها وصلت إلى طريق مسدود خلال الأيام الماضية بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي على أن تفرج حركة حماس عن الأسرى الإسرائيليين بالكامل أولا، ومن ثم سيفرج الاحتلال الإسرائيلي عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. في المقابل حركة حماس تقول إنه لا يمكن الإفراج عن هذا العدد من الأسرى، الحديث عن نحو 100 أسير إسرائيلي وأجنبي في قطاع غزة. حركة حماس بحسب واشنطن بوست تقول إنه لا يمكن الإفراج عن هذا العدد من الأسرى دون ترتيبات خاصة تحتاج إلى 3 أيام على الأقل. هذا أولا. ثانيا، الاتصالات في قطاع غزة شبه منهارة، هذا يصعب من عمليات الاتصالات سواء بين الوسيط القطري وبين فصائل فلسطينية في قطاع غزة أو داخل قطاع غزة نفسه بحسب ما تقول الواشنطن بوست. كشفت أيضا الصحيفة عن أنه خلال عملية الإفراج السابقة طلبت فصائل المقاومة تحديدا حركة حماس من إسرائيل ألا تتجسس أو تراقب تحركات عناصرها في قطاع غزة لعدم الكشف عن أماكن وجود الأسرى بحسب الصحيفة، ولا يمكن أتأكد بطبيعة الحال من هذه التفاصيل. أثناء عملية الإفراج أرسلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طائرة مسيرة إلى سماء غزة، عندها أوقفت حركة حماس عملية الإفراج عن الأسيرتين الإسرائيليتين بسبب خرق الاحتلال الإسرائيلي لشروطها. الإفراج عن الأسيرتين الإسرائيليتين استغرق أو احتاج ل6 ساعات من الهدنة من أجل إجراء هذه الترتيبات، والتقديرات أن الإفراج عن 100 أسير إسرائيلي يحتاج إلى عدد أكبر من الأيام بحسب ما تقول وسائل إعلام أجنبية. لكن إسرائيل من جهتها تصر على عدم وقف إطلاق النار، تصر على عدم خفض هجماتها في قطاع غزة خصوصا بصورة عامة وبصورة شاملة بحيث يشمل وقف إطلاق النار كافة قطاع غزة. هي تتحدث فقط عن أماكن محددة وتسميه تعليقا لعملياتها العسكرية في تلك المنطقة. رولا، أحمد، يعني إن كانت لديك أي معلومات تتوافر حول ما يجري في الضفة الغربية، خاصة بأنه كنا نتابع
أسفل الشاشة قبل قليل أخبار العاجلة التي ترد وعن الاستهدافات والاشتباكات التي تحدث هناك خاصة في سيلة الظهر بجنين، إضافة إلى اقتحامات في بلدات بالقدس وبيت لحم ورام الله. مواجهات مستمرة بطبيعة الحال في الضفة الغربية منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى. الصورة بشكل عام وليس بالتفاصيل الميدانية هي أن إسرائيل تحديدا المستوطنون في الضفة الغربية يضغطون باتجاه تفجير الأوضاع في الضفة الغربية. هناك قطاع واسع بين المستوطنين يرى أن انشغال إسرائيل بالحرب على قطاع غزة والدعم غير المسبوق لها دوليا يعطيان فرصة للمستوطنين لفرض وقائع على الأرض. اعتداءات واسعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لكن أيضا من قبل المستوطنين، إلى درجة أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن هناك مسؤولين داخل الحكومة الإسرائيلية خصوصا الوزير إيتمار بنغفير والوزير بيتسل إيل سموتريتش معنيان بدفع الأوضاع في الضفة الغربية نحو الانهيار. الإدارة الأمريكية تضغط لعدم حدوث هذا الأمر خلال الفترة المقبلة. الانشغال الأمريكي في بداية الحرب كان للتركيز على تحييد جبهة لبنان وأن يتراجع الاحتلال الإسرائيلي عن مخططاته بالبدء بقصف لبنان أولا ومن ثم الانتقال لقطاع غزة. الآن التركيز الأمريكي بالأساس على الأوضاع في الضفة الغربية والخشية من انهيار الأوضاع هناك. ضغوط أمريكية سببت بإعادة أجزاء من أموال المقاصة التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية. الضغط الأمريكي متواصل. هناك خشية أساسية من أن تدهور الأوضاع في الضفة الغربية قد يؤدي إلى مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين وإلى عدد أكبر من الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية. الولايات المتحدة تخشى من أن ضم القدس أيضا إلى دائرة الصراع الحالي وليس فقط قطاع غزة سيؤدي إلى تدهور الأوضاع على الجبهة اللبنانية وعلى جبهات أخرى وعلى ازدياد الضغط الدولي على الولايات المتحدة وعلى إسرائيل وهي ترفض القيام بذلك. لكن الممارسات على الأرض والاقتحامات التي أشرت إليها رولا كل هذه الأمور تجعل ربما من انهيار الأوضاع في الضفة الغربية أكثر هو مسألة وقت، وتشير إلى أن قطاعات واسعة من المستوطنين لا تلقي بالا لا للتحذيرات الأمريكية ولا بطبيعة الحال للضغط الدولي المحتمل على المستوطنين وعلى إسرائيل. رولا، شكرا لك أحمد دروشة على كل هذه التفاصيل، مراسل التلفزيون العربي من غير